طيب في الجزء الخامس احنا بدنا بس نتطلع على جزء على one aspect في هذا الالغوريثم في الديسيجن تري. احنا قلنا انه الالغوريثم الاي دي 3 هو ما بتعامل مع continuous values, ما بتعامل مع continuous values, بتعامل فقط مع categorical values. طيب وصار تطوير عليه لطلع فيرجن جديد منه اللي بنسميه سي 5, بتعامل شوي شوي مع ال continuous values. هو بس تعامله هلا بدنا نشوف. هو بالنسبة له مش بتعامل معها كفاليو, هو بتعامل معها بروح بعملها لرينجز. يعني إذا مثلا عندنا تمبريتشر إذا بدنا نقول له أقل من 72 فهرنهايت إن عملها ترو أو عملها فولس. فبنعمل ثريش هولد إذا بدنا لما نقسم الرينجز. يعني هون هاي بقول لك إف ثيتا إكس إكس واحد أكبر من ثيتا واحد, إكس تو أكبر من ثيتا ثري. ثيتا هون معناها ثريش هولد يعني. فإحنا بدنا نقسم الداتا ونبني شجرة من ضمن رينجز يعني معين. طبعاً بالضبط شو اللي بيصير بنبنيها بنفس الطريقة يعني زي ما بنينا الكلاسز يعني. فclassifying numerical values using decision tree, this is like solving regression problems using decision trees. فregression algorithms, regression algorithms can draw a borderline between the data, بس decision tree بتعامل يعني regression ممكن يطلع يعمل لي هيك صح؟ ممكن يطلع يعمل لي هيك هذا regression. هلا decision tree لا, decision tree هيك بعمل, يا إما بعمل خط أفقي يا خط عمودي. فنيجي مثلا نقسم الداتا, قسمنا بأول ثنتين قسمناها هيك, ممكن بعدين تروح وتعمل هيك, أو ظل نود هون مش بيور 100% هون اختلطت. طيب بعدين تيجي تقسم هيك, ظل نود بسامحه فيها, بعدين تيجي تقسم هذول هيك, بعدين تروح تقسم هذول, بعدين شفتوا كيف. فأنت هون عملت قسمت الداتا بس عبر رينجز. ما شفتوا الفرق بين الديسيشن تري والريجريشن؟ إنه الريجريشن ممكن يطلع خط بس هذا اسمه ريجريشن. ديسيشن تري بتعمل كلاسز وبس. هذا هو فكرة كيف الديسيشن تري الفيرجن الجديد من الديسيشن تري كيف بتعامل مع الكونتينيوس فاليوز. We keep reducing, we keep يعني putting horizontal and vertical lines للداتا لحد ما احنا بدنا نسبة البيوريتي معينة نوصل. وبس هاي فكرة ال كيف بتعامل ال decision tree مع numerical.